السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة وحلقة خاصة عبر برنامجنا الوطني إنجازات وطنية عبر شاشة قناة جوسات الفضائية الأردنية. ونحن الآن في مركز الراية الثقافي في منطقة ماركة، وضيفنا لهذه الحلقة صاحب هذا المركز السيد أحمد عبيد الله. سيد أحمد عبيد الله، مرحب فيك برنامجنا الوطني بداية عبر شاشة قناة جوسات، ونحكي لك مساء الخير. الله يمسيك بالنور نبي ويسعدك يا ربي. سيد أحمد، أكيد أنت غني عن التعريف ولك الباع والخبرة الطويلة في هذا المركز، حابين نعرف السادة المشاهدين بداية من هو السيد أحمد عبيد الله؟ أول شيء أهلا وسهلا فيكم وشكرا لجيتكم علينا. أنا أحمد عبيد الله، أنا معلم لمادة الفيزياء للمراحل الثانوية طبعا والمراحل الجامعية. مركزنا هون بنقدم إحنا دورات تدريبية للحاسوب، مختلف الدورات الهندسية ICDL AC3، بنقدم دورات لغات لمختلف المراحل العمرية حتى الجامعيين آيلتس توفل، وبنقدم دورات تأسيس للأطفال حتى في المواد العلمية رياضيات الشغلات زي هيك، بحيث أنه نعالج بعض الإشكاليات اللي عندهم منذ التأسيس هم أطفال يعني. أحمد عبيد الله، نتحدث عن تأسيس هذا المركز، متى تأسس هذا المركز؟ قبل أكيد نذكر أهم الخدمات الموجودة داخل هذا المركز. طيب، هذا مركز الراية الثقافي هو واحد من أقدم مراكز الأردن، مش عمان يعني. عمر هذا المركز 27 سنة. الآن بدنا السنة الجاية نبلش في 28 سنة. قدمه يعني قدم المركز مش الموضوع تاريخي، الموضوع الخدمات اللي بيقدمها لأهل المنطقة يعني. جميل، الخدمات يعني سعد السيد أو الأستاذ أحمد عبيد الله، نتحدث عن أبرز الخدمات، نتحدث عن النشاطات أيضا، نتحدث عن التميز، عن الإبداع. طيب، إحنا هنا بنقدم خدمات لشرائح مختلفة من المجتمع. أول إشي خلينا نحكي عن شريحة من الناس مثلا اللي ما استطاع اجتاز المرحلة الثانوية العامة، هدول الناس بنقدم لهم إحنا شهادات مصدقة من عندنا من المركز في الموضوع الحاسوب بشكل عام. ممكن نعلمه دورات رسم هندسي، ممكن نعلمه برمجة، ممكن نعلمه داتا انتري، خدمات طباعة وشغلات مثل ICDL بشكل عام يعني، والدورات أكثر تقدماً أو أعمق زي الـ AC3 يعني. هذا بالنسبة لهذه الشريحة. هاي الدورات كمان معنيين فيها الطلاب الجامعيين. الطلاب الجامعيين بيجوا عنا باخذوا هاي الدورات، بطور بزيد السي في تبعته يعني، مثلا خصوصا انه احنا مركزنا احنا بنطلع شهادات معتمده من وزاره العمل يعني، كمركز قديم ومعانا يعني صلاحيات انه نصدر هاي الشهادات. كمان احنا بنقدم خدمات للغات بشكل عام، احنا بنعلم عندنا لغات انجليزي وبنعلم عندنا فرنسي، بنمهد لامتحانات التوفل، بنمهد لامتحانات الايلتس، بنعمل دورات محادثة بشكل عام مش تمهيد لأي امتحان. وهلأ الأستاذ زي ما تفضلت أستاذ اللي كان موجود يعني، طلاب بتوافدوا لهم طلاب المحادثة، هدول فقط عندهم دورات محادثة بالإضافة لغير هذا طبعا عملنا. هلأ احنا كمان بنقدم إشي لمجتمعنا بشكل عام كإدارة مركز، احنا عندنا هون بنقدم للمجتمع دورات تنمية بشرية. تنمية بشرية يعني مقصود يعني سعادة الأستاذ أحمد عبيد الله بالتنمية البشرية؟ يعني مثلا إحنا طبعا متخصصين بشي واحد اللي هو معلمات المدارس، تحديدا المعلمات. إحنا بيجوا عندنا المعلمات نعطيهم آليات التدريس، شو أفضل طريقة للتدريس، كيف إنه بنعتمد طبعا إشي اسمه هرم التعلم يعني. أنت يا معلمة شو أفضل طريقة بحيث إنه الطالبة اللي عندك تحصل على أعلى نتائج، بحيث إن لما تسمعك في المحاضرة كيف تدرس وتصير مركز كثير ومستوعب المادة بشكل ممتاز. نعطي هاي الدورات للمعلم، عن حتى مرات بنخوض بتجارب يعني. دكتور حصة الفيزياء كيف تعطيها؟ بنصير نعلمهم بعض التجارب، الكيمياء بنعلمهم بعض يعني تجارب، موضوع إنه يكون إشي كثير عملي. أستاذ أحمد، يعني كيف تشوف التعاون بين، أكيد أنتم هم بتعلموا أيضا المعلمين، نعم، كيف بتشوف التعاون أيضا بين المعلمين وبين الطالب؟ قصدك عشان أفهمك صح، بين المعلم اللي عندنا وطالبه في المدرسة. هلأ لأنه أجل المعلم، هلأ اللي رضي يجي، هاي دورة مجانية إحنا ما بناخد عليها أتعاب يعني للمجتمع بشكل عام، هذا الشخص مهتم يطور قدراته، فهذا الشاب أو المعلمة بتكون
محبوبة عند طالباتها دائما. سبحان الله يعني إشي طبيعي، هي أجت لأنها أصلا محبوبة عند طالباتها بدها تفيدهم، وفعلا بيستفيدوا. فعلا إحنا عندنا فيدباك أصلا من الطلاب، يعني إحنا الطلاب اللي بيجونا ياخدوا عندنا دورات اللغات أو دورات الحاسوب بيحكوا لنا أسماء المعلمين اللي أثروا فيهم، بكون هم المعلمين المخدين عندنا دورات هون، نفس الأشخاص يعني. بسبب ذلك هذا السؤال يعني سعادة الأستاذ أحمد عبد الله، نتحدث عن التميز، نتحدث عن أبرز أيضا الأجهزة من أجهزة حاسوب متطورة موجودة داخل هذا المركز. طيب إحنا هنا أهم شيء بنوفر القاعات، البيئة الصفية هسه العملية التعليمية بتتكون من عناصر الخدمة اللي هي المعلم اللي بده يقدم هاي الخدمة والمعلومة، اثنين المكان اللي بيتعلم فيه الطالب. هلأ إحنا في مرحلة الإشي الطالب اللي بده يجي عندنا هذا بحكم انه هو جاي برغبته، فتحقق الشرط الاول يعني بس مجرد وصوله عنا الشرط الاول تحقق من عملية انه هو جاي برغبة يعني. هلا احنا القاعات التعليمية يعني عندنا مجهزة بسواء بمقاعد او مجهزة بتكييف، مجهزة بالواح، مجهزة باجهزة عرض، بحيث انه الاستاذ اذا تحتاج اي اشي اي اشي يتوفر له صوتيات، بحيث انه بده يسمع مثلا في المحادثه بده يسمع الكلمه، بده يسمع باللغه يعني شو كيف لفظها يعني. الاجهزه عندنا احنا دائما بنطورها يعني، ما الجهاز ما بضل عندنا مثلا سنه وخلص، دائما في شخص مسؤول اللي هو استاذ محمد سرحان دائما مسؤول عن موضوع التطوير، بتتركش شيء يعني، حتى على الاشياء الصغيره مثلا كونديشن احنا بنغيره يعني، بحيث يكون مثلا له علاقه بالطاقه يعني، كل شيء بنغيره دائما يعني. الخدمات بشكل عام أكيد موجودة، التميز موجود، العراقة أيضا، آلية العمل وآلية التدريس والتدريب يعني جميل. يعني سعد الأستاذ عبد أحمد عبيد الله، يعني نتحدث الآن عن تطور هذا القطاع في الأردن، هذه المراكز كيف ترى تطور؟ هل يوجد كفاءات في هذا البلد؟ ممتاز، يعني هذا السؤال إذا تسمح لي في دقيقتين أطول عليك شوي، هذا يعني سؤال محوري. أول شيء إحنا يعني المراكز الثقافية شوي فقدت بوصلتها الفترة الأخيرة يعني. السبب أستاذي أنه شغلتين، عدم وجود رقابة على المراكز. مثلا إحنا أعرق مركز في الأردن، الآن في ماركة عدد هائل من المراكز جزء كبير منها غير مرخص، بمعنى هو بيفتح مركز وبصير درس فيه. هلأ مين الموجود في هذا المركز؟ مين صاحب المركز؟ مين مدير المركز؟ يؤثر بشكل سلبي عليه، بيأثر. أول شيء إحنا التأثير علينا كمركز قديم مش هالتأثير، لكن إذا بدك الصحيح التأثير بصير على الطالب، لأنه ما في رقابة. مين معلم هذا الطالب في هذا المركز؟ ما في رقابة. إحنا في هذا المركز فردا معروفين. يعني هذا من المشاكل والمعوقات التي تواجه هذا المشاكل، وهاي يعني السؤال برسم الإجابة لدى وزارة التربية والتعليم حقيقة، إنه حضرة معالي الوزير السابق أصدر قرار بخصوص المراكز، وهذا القرار ما تم متابعته بشكل جيد. بالمناسبة القرار سلبي، إنه أغلق المراكز. أنت ليش تغلق؟ أنت راقب مش تغلق، لأنه المركز الثقافي بالنسبة للناس مكان بكلفة قليلة يستطيع الطالب إنه يتحصل على شهادات، يرفع من مستوى خبرته من كفاءته، بحيث يفتح أمامه فرص عمل. إحنا شهادات ICDL اللي بنصدرها هون من خلال وزارة العمل الأردنية طبعاً المعتمدة طبعاً بالنسبة لنا، الطلابنا بيشتغلوا عليها. أنت لما تيجي تحكي أغلق مثلاً لأنه مثلاً درس طالب توجيهي ولا لأنه درس إشي، هذا مش معقول، لأنه إحنا شعب، خلينا نحكي بواقعية وبدون، مش عشان إحنا موجودين هون في لقاء صحفي، فخلينا نحكي بموضوعي. إحنا شعب وضعنا المالي كلنا يعني على قد الحال، لما يكون في طالب بده مثلا لوحده يدرس توجيهي، طالب الخصوصي كتاب الفيزياء والرياضيات بده ينشرح ب 1200 دينار ولا 1400 دينار لطالب، هذا أولادنا ما بيقدروا يدفعوا هذا الإشي. إحنا بدفع في المركز 100 دينار أو بدفع له 120 دينار ويا دوب يقدر يدفعهم. يعني الأستاذ أحمد عبيد الله، شو بتحب الآن توجه رسالة لوزارة التربية والتعليم عبر شاشة قناة جوسات لحل هذه المشكلة؟ يعني أنا أول شيء بدي الوزير التربية والتعليم الفاضل الرزاز يعني كل الشكر له على التوجهات اللي بيعملها. حقيقة هو رجل فاضل ومبين أنه بده يشتغل. يعني أنا أتمنى عليه يعرف إنه المراكز الثقافية هي أماكن للتعليم، هي عبارة عن مؤسسات تعليمية محترمة.
لكن عدم وجود رقابة فتح المجال لمؤسسات أخرى تفتح بشكل عشوائي. الآن في ماركة عندهم تقريبا 16 مركز، 16 مركز، لكن بحكي لك أنا تقريبا منهم 13 مش مرخصين، 13 هيك من أصل 16 مركز 13 مش مرخصين، مش مرخصين، ما في رخص. على أي أساس بتعمل أنت؟ على أي أساس بتشتغل؟ لذلك أنا بطلب منه هذه المراكز اللي عددها في عمان زي آخر إحصائي قرأتها قبل 4 سنوات 550 مركز، هدول بحاجة لرقابة وزارة التربية والتعليم، مش بحاجة لإغلاقها من قبل وزارة التربية والتعليم. لذلك هاي يعني إذا هاي رسالة بتوصل يعني معالي الوزير بيكون إشي رائع جدا حقيقة. يعني سعادة الأستاذ أحمد عبيد الله، يعني بعد حل هذه المشاكل من وزارة التربية والتعليم، أكيد صوتك وصل عبر شاشة قناة جسات، أكيد لكم طموحات ورؤية مستقبلية دائما وأبدا لهذا المركز، ما هي الطموحات؟ والله طموحاتنا، برجع بدي أبدأ من عند وزارة التربية والتعليم، طموحاتنا أن يكون عمل المراكز وموضوع ترخيصها إشي متابع من قبل الوزارة نفسها، يكون إشي بسيط، موقع واحد، مش صاحب المركز زي هذا مركز عمره 27 سنة أقل أو أكثر شوي، يصير الواحد يتعب تعب شديد عشان يرخصه. حقيقة طموحاتنا، عفوا طبعا، طموحات الواحد انه يتوسع للاطفال، انه نصير احنا نقدر نقدم خدمات للاطفال، ندربهم نعلمهم. احنا طبعا بلشنا بهذا البرنامج في مركزنا ان شاء الله، وراح ان شاء الله خلال اسبوعين نفتتحه، اللي هو برنامج متابعة الطفل في الرياضيات وفي اللغة الانجليزية، واللي راح يمسكوا عنه يعني معلمين افاضل يعني، لكن التعامل مع الطفل، انا اقصد الطفل يعني من 10 سنوات فما فوق، مش طفل صغير، مش روضة. والله هذا بالنسبة لنا حلم، ونصير نشوف الطفل عن جد بتطور يعني. يعني هذا هو طموحاتنا في مركزنا هون. نعم، احنا نتمنى التوفيق والنجاح سعادة الاستاذ احمد عبيد الله. شوف الان بتحب توجه رسالة لجيل اليوم، جيل الواعد، جيل المستقبل، اكيد فرسان وفارس التغيير، شو بتحب توجه لهم رسالة عبر هذه الشاشة من مركز رأيه؟ بحكي لهم انه احنا يعني اللهم صل على محمد، احنا يعني منطقة وشعب اهل بلاد الشام، سيدنا محمد وصى علينا. وبدي احكي لكم اشي من عندنا، احنا قد ما نكون يعني بلد قليل الموارد، لكن بترولنا هون يعني، يعني بترولنا في دماغنا يعني، يعني فاذا احنا بنشد حيلنا على حالنا والله بيطلع منا امكانات كبيرة، وفي كفاءات بتخوف بالبلد، سواء معلمين، سواء طلاب، مهندسين، مخرجين زي حضرتك يعني، يعني في عندنا كفاءات كبيرة في البلد يعني، لكن هاي بحاجة انه الشخص يتعب على حاله، ابذل جهد بتلاقي فيه نتيجة، لانه وما من المطالب بالتمني، ولكن تأخذ الدنيا غلابة يعني. من صار على الدرب وصل، ولكل مجتهد النصيب. أكيد سعادة الأستاذ أحمد عبيد الله، أنت كفاءة هذا الوطن أكيد، وأنت رجل من أعمدة هذا الوطن. أيضا قبل نهاية هذا البرنامج الوطني، وأسرنا دائما وأبدا أن نعمل معك لقاء في هذا البرنامج الوطني، إنجازات وطني ولقاءات وحوارات خاصة بشاشة قناة جسات، لو قدر لك في هذه الأيام أن تقابلت مع جلالة القائد الأعلى، جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، في ظل هذا القيادة الحكيمة، في ظل هذا القيادة الرشيدة، ماذا ستقول له عبر هذه الشاشة؟ المايك معك والكاميرا أمامك. يعني راح أحكي له شغلة واحدة، إنه عمليات التغيير والتأسيس بس بتبدأ من الأطفال الصغار، من عند الأولاد. أنا صح مدرس مرحلة ثانوية وجامعية صحيح، لكن حقيقة عندي حلم في حياتي إني أدرس الأطفال المبادئ الأساسية بالفيزياء، وينشأ حقيقة يعني وينشأ جيل. لكن هاي العملية بدها بيئة، يعني بتمنى يعني عليه وعلى كل مسؤول في البلد انه ينظر للتغيير من عند الطفل، مش للتغيير من عند الشباب الثانوية او الجامعي. فرسان التغيير اللي احنا بنحكي عنهم هدول بيكونوا بالمبادئ والقيم والافكار، هاي الشغلة من الطفولة بتبلش، ما بتبلش من عمر كبير يعني. وهو بحاجة لحقيقة لقرار، قرار، لانه اذا بتلاحظ كل قرار يتجه نحو الأطفال، إذا بتلاحظ أغلب قراراتنا إحنا بتتجه نحو الثانوية والجامعية. شو القرار آخر قرار صدر بخصوص الأطفال؟ صف رابع، صف خامس، ما في قرارات. ركز هناك بتغير اللي فوق تلقائي، تلقائي جدا يعني. يد أكيد أكيد، يد بيد نحو طريق أفضل أكيد.
أكيد القرار هي وهو من الأساس أكيد من الصغر أكيد من صفوف أولية من صف رابع ثالث أكيد يعني أكيد. وأنا بضم صوتي إلى صوتك, كلامك جميل سعادة الأستاذ أحمد عبيد الله. لكن أكيد سعادة الأستاذ أحمد عبيد الله حماة الوطن, شو بتحب توجه لهم رسالة العين الساهرة؟ والله يعطيهم العافية, جودهم مشكورة, وأنت رجل من عمد هذا الوطن. يا سيدي الله يعطيهم العافية, يعني لولاهم علينا كان الوضع مش لائق بالبلد, والله يديم علينا النعم يا ربي. يديم نعمة الأمن والأمان على سائر بلاد المسلمين, ما دام وجد الاستقرار وجد الاستثمار. والله يحفظ لنا جهود جلالة الملك عبد الله الثاني, وأيضا لا ننسى جلالة الملكة رانيا للقطاع التعليمي, الله يعطي العافية, جهودها مشكورة. والله يحفظ حماة الوطن العين السائرة, وكلنا جنود لهذا الوطن. لكن حابين الآن نحدد السادة المشاهدين موقع هذا المركز العريق والأنيق والمتميز بعراقته وفخامته, حابين نحدد عنوانه أكيد عن طريق التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر, وأيضا في هذه المنطقة نتجه إليه. الله يبارك فيك. احنا مركزنا يعني في موقع رئيسي في ماركة في اشارات حلويات نجمة في اخر طابق في العمارة. طبعا احنا عم نتوسع شوي شوي, بنكبر جديد لانه صار في ادارة جديدة للمركز. واحنا يعني بنحييكم اول شيء, وبنحيي الناس وبنحيي اهلينا يعني, والحمد لله رب العالمين على يعني على وجود هيك اجواء حوالينا يعني. الحمد لله رب العالمين. الله يديم نعمة الامن والامان, وإن شاء الله تكون سنة خير على الجميع سنة 2017. وفي نهاية لقائنا أعزائي المشاهدين الكرام, نتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الأستاذ أحمد عبيد الله, وهو أشهر من أن يعرف وغني عن التعريف, صاحب مركز راية الثقافي في منطقة ماركة. أتمنى لك توفيق أستاذ أحمد, وشكرا لجهودك ودعمك معنا البرنامج الوطني, لقاءات وحوارات خاصة وإنجازات وطنية عبر شاشة قناة جوسات. الله يعطيك العافية. الله يعافي عمرك, شكرا جزيلا لكم, الله يحييكم ربي.